مربعات الشوكولا مع الجوز. في عندي هون رح اقربهم شوي، هدول فنجانين ونص بسكوت مدقوق هيك مثل ما شايفين. هلا بفرجيكم كيف دقيته. احن البسكوت تقريبا 24 حبه. هذا بسكوت بيلتقى بعلب كبيره حمراء وكثير رخيص، لانه بسكوت ساده ما في شيء ابدا، حتى الزبده اللي فيه قليله. فاذا فنجانين ونص بسكوت مدقوق، لفرجيكم كيف دقيته قبل ما كفي المقادير. هذا بكيس نايلون، مشان هيك خليته بكيس نايلون. دقيته ومدقت الثوم، طبعا مش رح يجي ثوم عليهم لانه في الكيس. ما بدي اعملهم بالمكنه لانه ما بدي اياهم كثير ناعمين، بدي شوي ناعم ناعم. وهالقد تقريبا رح احطهم هلا بالوعاء هون لحتى بعدين كفي الوصفه. لنرجع للمقادير، في هون فنجان كبير هيدا جوز الهند مبروش، نص فنجان كاكاو منخول، في هون تلتين الفنجان جوز، هذا جوز مقطع بالسكينة مثل ما شايفين، مش كتير ناعم ولا كتير خشن. في فنجان وربع هذا حليب مركز محلى، يعني concentrated يعني سميك، ومحلى يعني فيه سكر بحبح. هون في ربع فنجان زبدة، هيدول شوكولا ابيض مبروشين، فيكم تقصوهم ناعم اذا بدكم، تقريبا حوالي 50 ل 60 جرام. هيدا بدي استعمله للديكور. رح بلش فاذا هلا اخلط المقادير كلها، اللي هي البسكوت فنجانين ونص، الجوز، كاكاو، جوز الهند، والزبدة اللي مدوبة منيح، وبعدين الحليب. بحب لكم شغلة تبسطكم كتير، انه هيدي الوصفة ما بدها ابدا لا فرن ولا طبيخ ولا خبز، كل شي بدها تنحط بالبراد. هلا في منهم بيعملوا جاتو بهالشكل مع البسكوت وبيحطوه بالبراد. الشغلة الوحيدة اللي مش منيحة فيه انه بحطوا معه بيض ني. انا ابدا ما بحبز واحد ياكل بيض ني، خصوصا اذا المرأة مستقيمة أو رجال كبير بالعمر أو ولاد صغار. طبعا هلأ صارت هيدي مخلوطة كتير منيح مثل ما بتلاقوها رخوة، بس بالبراد رح تجمد الزبدة وكله يجمدوا مع بعضهم. حضرت هون صينية، هاي الصينية هي 18 × 28 سنتي. إذا عندكم وحدة مدورة بيمشي الحال أو أي حجم تاني، بس إذا كانت أكبر رح تطلع المربعات كتير رفيعة، وإذا كانت أصغر رح تطلع المربعات أدخن، ساعتها بيرجع الأمر لإلكم. حطيت فيها ورقتين، هاي ورقة وهي ورقة. هاي الورقة حطيتها هيك بالأول، قصيتها على القد، وهذا ورق واكس بيبر، ورق مشمع، أوقات بيقولوا له ورق الزبدي. حطيتهم شوي لبرا لحتى بعدين اقدر شيل المربعات. رح اسكب هيدي هون، اذا بتحبوها اجمد من هيك فيكم تزيدوا بسكوت اكتر عليها او تقللوا الحليب المركز المحلى. هي حتى لو بدكم تزيدوا لها شو ما تزيدوا هلا بهالوضع، بدكم جوز اكتر، بدكم بسكوت اكتر، فيكم تزيدوا هلا وترجعوا تخلطوا معها. هلا هيدي رح نزلها منيح هون، بدي اشتغل فيها، وهون فيها شوي شغل انه نزلها حتى تصير تنمد على كل الصينية وتكون كلها بنفس المستوى. رح نزلها هيك بالمعلقة، بجيب معلقة نظيفة هاللي اسهل علي. هيدا الشوكولا هاللي لزيني رح حطه هلا هون فوق، رح حطه هون. هيدي في النار والعة وفي تحت مي، وفي رح فرجيكم اياها حديدة. هاي الحديدة رح هدي عليها الشوكولا لانه ما بيسوى الشوكولا يدق بالمي. لما تبلش تسخن رح شيلهم عن النار ودم حرك حتى يدوب الشوكولا الابيض كتير منيح، وبنرجع سوا حتى نكفي الوصفة. بس قبل بدي قلكم هيدي بعد ما جلسها تمام بالمعلقة بدي حطها بالبراد على القليلة ساعة حتى تجمد منيح.
وهلأ هيدي الصينية شلتها من البراد، مثل ما بتلاحظوا جمدت، هدول برفعهم فيها بهالشكل تطلع بكل سهولة. بدي هلأ شيلهم هيك حتى اشتغل فيها. هاي الشوكولاتة دوبتها، مثل ما بتلاحظوا الشوكولاتة البيضة بتكون اجمد من السوداء. بعد ما دوبتها حركتها كتير منيح حتى ما يضم فيها ابدا اشياء صغيرة تمرق بالكيس اللي بدي استعمله. هلأ بدي اعمل كيس حتى نزل الشوكولاتة هون من ورق المشمع او ورق الزبدة. قصيت وحدة مثل ما شايفين مطاولة، بدي ارجع قصها متلتي بهالشكل من الراس هون للراس هون، قصها منيح، برجع بالسكينة. بدي ارجع امسك الجهة اللي هي قصيرة من هون وبلش اعمل الكيس. انا بستعمله هيدا دايما لما بدي اعمل اشياء صغيرة نزلها بالكيس بدل ما اوسخ كيس القماش. هلأ صار حاضر، بده شوية تمرين ما تفتكروا بهالسهولة بيجي. بسكره من هون، وهلأ هون بتلاحظوا الراس ما بينزل شي منه ابدا، بدي سكره منيح. بدي اعبي الشوكولاتة فيه، استعمل معلقة صغيرة، ودايما عبوا نصه بس ما تعبوا كله لانه بصير يطلع من فوق الاشياء اللي بتحطوها بقلبه. وهلأ بدي سكره من فوق بهالشكل، وبدي نزل الشوكولاتة لتحت، وبدي قص من تحت قد ما انا بدي يكون رفيع او تخين هالقد تقريبا. وبدي اعمل هون زياح بهالشكل، رح جرب اعملهم نظمين مع بعضهم. تشتغلوا على مهلكم لانه اذا عجلتوا بينقطش الزيح. وعملين زيح بالشوكولا الابيض كتير اسهل من الشوكولا الاسود. وهلأ بدي زين بالطريقة التانية من الجهة التانية، يكون هيك معاكسين شوي. وهذا بيضاين كتير بالبراد، فيكن تحطوه برات البراد بس بالبراد بيكون اجمد لانه في زبدة. طبعا بيضاين معكن على القليلة 10 ايام. هلا انا رح قصه قدامكم، بس افضل ينطر شوي حتى الشوكولا البيضة اللي حطيتها تجمد اكتر، بس رح قصه مش رح انطرها. منبلش حتى نقص مظبوط لفرجيكم كيف. بدي قص بالنص عن نظر، واذا بدكم تقيسوا فيكم. نقص نصها هلا، بعدين نص النص بهالشكل، ونص التاني. عم شد مثل ما عم تلاحظوا لانه شوي جامدة بعد طالعة من البراد. هلا بدي قص هدول هيك، ما بقص دغري على الشوكولا، بجرب قص هون وبالنص يمكن تقريبا، ثاقبت بالنص كمان بالنص. وهلا رح يطلع عندي 24 حبة قد بعضهم ان شاء الله يعني. فيكم تعملوا موديلات تانية اذا بتحبوا بالشوكولا الابيض، واذا بدكم فيكم بالمعلقة، بس بدكم ترخون شوي بشوية زيت تعملوا بالمعلقة، او تحطوا اي شيء تاني على وشهم، فيكم تحطوا شقفة جوز حتى. هلا رح احطهم هون حتى فرجيكم اياهم مزينين، وبتشوفوا كيف رح فرجيكم القطعة كيفة من جوا، ببين فيها الجوز، ببين فيها كل الاشياء اللي حطيناها. وهيدي هي مربعات الشوكولا مع الجوز، ان شاء الله تكون عجبتكم. لاقوني دايما حتى نعمل اكلات طيبة جديدة. المقادير لمربعات الشوكولا والجوز